هذه الأمة متى اعتزت بهذا الدين وبهذه العقيدة أيضا فاقت الأمة. الماشطة كانت تمشط شعر ابنة فرعون، فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله، فالبنت قالت الله أبي، والماشطة تخفي إيمانها. هنا ظهر الإيمان والتهبت العقيدة، فقالت ربي ورب أبيك الله، فقالت لأخبرن أبي، قالت أخبري فأخبرته، فاستدعاها فرعون. تخيلوا المشهد، هي بالعرف والعقد الاجتماعي في زمن الفراعنة لا شيء، مجرد أمة مملوكة داخل على من؟ على الحاكم بالعرف السياسي وعلى الإله بالعرف الديني، تدخل في كل عزة. قال أولك رب غيري؟ فقالت ربي وربك الله. لا هامان كان يقدر يقف أمام فرعون ولا قارون، إلا هذه الماشطة وقفت أمامه وكذا بندية، ووقفت الملوك ووقفت علو واستعلاء. فهذه الأمة كجسد واحد وكفرد متى اعتزت بهذا الدين وبهذه العقيدة أيضا فاقت الأمم. وما فتحنا الأندلس وأقمنا أعظم حضارة عرفتها البشرية إلا بسبب اعتزازنا بهذا الدين وبهذه العقيدة.